يأتي في العاصمة المحتلة، هو الآخر لم ينبس ببنت شفا، لم يخرج في استعراض خطابي وميليشيوي برتل السيارات المصفحة كعادته، بل اكتفى بتغريدة وحيدة نشرها دون أن يحدد الجهة الخاطفة المعلومة للجميع، دون أن يمهلها ساعات لإطلاق سراحب عيو، لم يهدد بحلها، لم يصدر أي تفاصيل عن الحادثة، ولم يصدر عن وزارته أي تقرير. تغريدة خجولة لم يأتي فيها على ذكر الخاطفين الذين اختطفوا ابن عمه وابن مدينته، ربما لأن أواصر الروابط الأيديولوجية التي تربطه بالإخوان المسلمين هي أكثر شدة من أي روابط أخرى وتتفوق على علاقة الزمالة. فبعي أيضا هو في ذات الحكومة من منصبه على رأس هيئة الإعلام يعد في درجة وزير. محمد عمر بعيو اليوم هو ضحية هجومه على جماعة الإخوان المسلمين وفضحه لأحد عناصرها الذي يرأس إحدى القنوات القطرية الناطقة بالليبية، والمتهم بنهب نحو 35 مليونا رصدت لإنشاء إحدى القنوات الحكومية. الأموال نهبها ابن الإخوان كلها، لم يبقي من المال شيئا، لم يشتري كاميرا واحدة، لم يؤسس أي قناة، أكل ابن الإخوان المال الحرام ونام على وجهه دون أن يقدم أي تبرير. الإخوان المسلمون الفاسدون لا يتوانون إذن عن ارتكاب الجرائم على أنواعها، تحالف مع الإرهاب، نهب للأموال، اختطافات واغتيالات، مارسوا أبشع أدوار الخيانة وأدوا أدوارهم بحرفية كاملة دون أي تقصير. آخر صور فساد الجماعة كان مشهدا مضحكا مبكيا لمحاولة خداع جماعية جديدة تمارسها الجماعة في مصراتة، تدعي أنها حلت نفسها أو استقال أعضاؤها بعد أن حل فرعهم في الزاوية نفسه أيضا منذ وقت قصير. لازالت الجماعة إذن على حالها، تصر على ممارسة دور الوصاية على الشعب الذي يرفضها، تريد أن تحتكر البلاد كمدينة لنفسها، ومقتنعة أنها قادرة على مواصلة سياساتها في التضليل والتغرير. بعيو معك أيوب برز. يا بعيو احنا قبل ما خشناش في خدمتك، لكن انك انت ماشي في اتجاه العكس اتجاهنا تمام. رانا عندنا تريس مات، عندنا تريس ضحت، احنا راه ما اتفقنا عليك انت وردينا بيك الا راه نقولك حاجة قصدي جهد جهيد تمام، لكن شوف فيك انك انت راه قصدي عكسنا نهائي، باش تجيب كمشة تحطهم ضدنا مناصرات للعفتر والكرامة. رانا قصدي قدمنا تريس، راه في تريس مات. يا بعيو نقولك حاجة، راه قصدي برا في اتجاه صحيح احسن ليك، راه كان نحطك في راسي راه حتتعب في حياتك راه. وشوف روحك. لم اتقرب من هؤلاء ولم اذهب اليهم، بقيت في بلدي وفي وطني وبين اهلي. تضايقوا مني يا اخي، حتى وجودك وكتابتك وقلمك وحريتك هم يرفضونها. وفي نفس الوقت نحن دعاة دولة مدنية، نحن دعاة ديمقراطية، نحن نخاف الله، نحن اهل الله، والله انهم لكاذبون. في مشكلة اخرى خاصة عند الاسلام السياسي ومتطرفيه والقطبيين. نعم. في الإخوان المسلمين بالذات القطبيين متطرفين القتلة اللي هم أساس داعش وأساس الإرهاب، يا أخي عندهم مشكلة اسمها الاغتيال المعنوي، اغتيال الشخصية، يعني قبل أن يغتالوا الشخص هم رجال، هم يخافون الله ولا يريدون أن يقتلوك ولا يريدون أن يبوءوا بدمك وإثمك يوم القيامة فيقتلون شخصك. الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها، والجهاد في سبيلها. السمع والطاعة، السمع والطاعة في المنشط والمكر، في المنشط والمكر. إني أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين مع استمراري في العمل السياسي والحزبي والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة، على أمل أن تجد المراجعات طريقها إلى التنفيذ لما أرى أنها تنطوي عليه من مصالح عليا لهذا البلد. الجماعة ما قامت لأجل أن تدمر بلد، بل قامت لإصلاح مجتمع. فإذا كان هذا الأمر سيترتب عليه دمار، فالجماعة هي ليست هدف وإنما هي غاية لوصول إلى هدف، وهو استقرار البلاد وإصلاح
الفرد والمجتمع والأسرة وما إلى ذلك. فبناء عليه ترتب هذا البيان وهذا القرار. في ظل ما تمر به بلادنا الحبيبة من أحداث جسامة وما يتعرض له الوطن من تحديات عظام، نرى بأم أعيننا سدنة النكسة المضادة لثورات الربيع العربي ترفع قميص الإخوان لكي تئد به هذا الربيع، ورأينا ما جيشته من آلة إعلامية تشوش العقول وتصادر حرية الشعوب واستقلالها وتسلب إرادتها لتعيش التخلف والاستهلاك والانتهاك. لأجل ذلك انطلقت المراجعات داخل الجماعة، فكان مؤتمر الجماعة العاشر سنة 2015 ميلادي الذي تم فيه إقرار تلك المراجعات بأغلبية مطلقة عنوانا لمرحلة جديدة كنا نتمناها ونحرص على ميلادها، غير أن تسويف قيادة الجماعة وتعطيلها تلك القرارات دعانا لاتخاذ موقف تجاه هذه المماطلة. نعلن بعد تحاور وتشاور بملء إرادتنا نحن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من أبناء مدينة بصراتة عن استقالتنا الجماعية من الجماعة وبالتالي حل التنظيم بالمدينة. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة المهتم بالشأن العام، الناشط في مؤسسات المجتمع المدني الأستاذ أحمد التهامي. أرحب أيضا بالمحامي والحقوقي الأستاذ فرج العجيلي، كما أرحب بالكاتب الأستاذ فوزي الحداد. لاحقا سينضم إلي أيضا عدد آخر من الضيوف. أبدأ معك أستاذ أحمد التهامي، كيف تابعت هذه الجريمة، جريمة اختطاف وتغييب الكاتب الصحفي محمد عمر ابعيو وزير الإعلام أو رئيس مؤسسة الإعلام التابعة لحكومة السراج من قبل إحدى الميليشيات في طرابلس التابعة للحكومة ذاتها؟ مرحبا بك يا أستاذ أحمد وبالضيوف الكرام الأعزاء. طبعا يا أستاذ أحمد أنا لم أفاجأ في الواقع، تحدثت مع حضرتك عبر برنامجك العديد من المرات فعلا، وكنت أتأسف فعلا على سيطرة الإخوان المسلمين على المشهد في طرابلس، وهذا انعكاس لسيطرة الإخوان المسلمين وانعكاس لسيطرة الميليشيات، ونحن تحدثنا كثيرا عن الميليشيات في طرابلس فعلا. صحيح، يعني أنت تستغرب الآن هذا الرجل عين بقرار من رئيس المجلس الرئاسي فعلا، يعني أعلى سلطة زي ما يقولوا في البلاد والمعترف بها دوليا والكذا اللي صدعوا بينها روسنا بشكل فظيع، الآن تطلع هذه السلطة واهية جدا وفي منتهى الضعف فعلا، وزي ما حضرتك قلت ردود أفعال سواء المجلس الرئاسي ولا وزير الداخلية اللي يتشدق بالأمن ويديروا له في القنوات اللي تصدر من طرابلس فعلا في دعايات على أنه هو ماسك الأمن ودار وكذا وكذا، فعلا رجل بمثابة وزير للإعلام يخطف من بيتي ويخطف معه أو أبناءه فعلا، وما فيش الآن من يعني مع أن الخاطف معروف لكن ما فيش على الإطلاق أي ردة فعل من دولة. إذن لا دولة، يدعون بالدولة، صدعوا روسنا بالدولة المدنية والدولة كذا، لا دولة، ميليشيا هي اللي تتحكم في طرابلس، وتحدثنا كثيرا على سطوة الميليشيات في طرابلس يا أستاذ أحمد وعلى أعمالهم اللي قايمين بها، تهريب النفط فعلا، الهجرة غير الشرعية، الخطف مقابل فدية فعلا، يعني مشاركة حتى في عصابات التهريب في البضائع وفي المخدرات وكذا، بالعربي ببساطة شديدة
هذه المجموعات المسلحة أو الميليشيات هي فعلا تشتغل لمصالحها الشخصية، والنكبة الكبرى أن هي تصبح أداة سياسية. إذا أنا فيه هذا هو سؤالي يا أستاذ أحمد، ويبدو أنك وضعت إصبعك على الجرح. نحن لا نتحدث فقط على هذه الميليشيات غير المنضبطة، سؤالي لك لمن تحمل المسؤولية عن عملية اختطاف وزير الإعلام في حكومة السراج الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عمر بعيو؟ لهذه الميليشيا لأيوب بوراس الذي هدد بعيو قبل اختطافه، أم ربما لجماعة الإخوان المسلمين التي تحرك هذه الميليشيات من وراء الستار؟ أنا قلت لك أستاذ أحمد أن التصرف الإدارات الميليشيا هذه ميليشيا هي في الأخير بكم مجموعة مسلحة تؤمر تنفذ. المتهم الرئيسي في الموضوع هذا الإخوان المسلمين. قلت لك أن هذا يعكس لنا مدى سيطرة الإخوان المسلمين على طرابلس. يعني مفترض نحن تو نحمل المسؤولية للسيد السراج اللي عين الرجل هذا، ولا السيد فتحي باشا آغا، ولا أي وزير آخر، لكن يبدو أن ما فيش على الإطلاق. فيه بس الإخوان المسلمين والميليشيات اللي هي تؤتمر بأمرها فعلا يعني. وهذا اللي حصل الآن، السيد بعي وهاجم الإخوان صراحة، وهاجم فعلا اللي ماسك قناة ليبيا الأحرار، واتهم بعدة اتهامات فعلا. وهذا هكي شيء طبيعي، هؤلاء لصوص في النهاية. طبعا لابد من ردة فعل من الإخوان. من اللي ينفذ؟ الميليشيات، لأن هذه ببساطة شديدة تؤمر بوسط الإخوان المسلمين. ولهذا السبب يا أستاذ أحمد، إذن أنت الآن تحدد الأسباب التي جعلت جماعة الإخوان المسلمين تحرك الميليشيات للهجوم على منزل الكاتب الصحفي محمد عمر بعيو واختطافه مع 2 من أبنائه، إلى جانب هجوم أيضا طال إعلاميين آخرين وقنوات إعلامية أخرى داخل مدينة طرابلس لجماعة الإخوان المسلمين، نتيجة ما أثاره الكاتب محمد عمر بعيو من بالضبط ملف فساد سليمان دوغا. هنا نقطة، والنقطة الثانية أن حاول ينفذ زي ما تقول الاتفاق اللي تم في 5+5 بالتهدئة والخطاب الإعلامي السيء والكراهية والكذا وكذا، وآمر قناة أو 2 نحطوا السلام كذا كذا بدل من إشارة بركان غضب كما يسمونها. وطبعا هم هاجموا حتى هذه القنوات وعادوا الأمور إلى نصابها. ويبدو أن فعلا يعني نحن سمعنا حتى كجمان صرح، والعديد من الجماعات اللي صرحت والمسؤولين صرحوا كلهم، حطوا الذنب على محمد عمر بعيو مسكين. فعلا أنت يا محمد عمر بعيو درت جناية كبرى، لأنك أولا تبي سلام والإخوان ما يبوش سلام. وأنا نقولها للجماعة هذوم اللي بالحوار ويجاروا وراء الحوار الآن في عدة أماكن ما شاء الله تبارك الله، عندنا كم مدينة يجاروا عليها على أساس أن حوار بكذا والشباب والمش عارف شنو الحوار السياسي في تونس وفي جنيف وفي الصغيرات وفي اسمها هذه الزنيقة المغرب وفي مصر وفي الغردقة وفي كذا عدة أماكن غريبة جدا. تسمع يا أستاذ أحمد تقول أنت خلاص مشكلة ليبيا حتنحل في يوم ولا 2 أو حتى في أسبوع ولا 2 ولا شهر ولا 2، لكن للأسف الآن بانت بمنتظر. هذه واحدة من المقررات الحوار اللي يقولوا عليه 5+5 على طول نصفت، يعني فعلا قبض حتى على الوزير اللي حاول ينفذ هذا الأمر. مش قلت له تهدئة مسكين؟ إذن جزئية مهمة أيضا تثيرها وتشير إليها، بمعنى أننا نستشرف الآن مستقبل هذه الحوارات أو أي اتفاق سياسي يجمع بين الليبيين ويفتح صفحة جديدة من السلام. إذا كان الاتفاق الأول الذي ينص على التهدئة أو إبعاد خطاب الكراهية لم تتلقفه الميليشيات ولم ترضى عليه، وأقدمت على هذا الهجوم على قنوات إعلامية داخل طرابلس واختطاف وزير الإعلام في حكومة السراج، فما بالك بالاتفاقات الأخرى القادمة؟ كيف يمكن تنفيذها في ظل وجود هذه الميليشيات؟ نقطة جديرة بالاهتمام، وسأفتح باب النقاش فيها مع ضيوفي بعد قليل. لكن مرة أخرى أعود للأستاذ فرج العجيلي المحامي والحقوقي. أستاذ فرج، كيف تابعت عملية اختطاف الكاتب الصحفي محمد عمر بعيو الذي يشغل منصب
وزير الإعلام أو رئيس مؤسسة الإعلام التابعة لحكومة السراج من قبل إحدى الميليشيات، ميليشيا ثوار طرابلس التي تتبع نظريا لذات الحكومة. نعم، مساء الخير دكتور أحمد، وتحية طيبة لضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام. يعني كما أشرت وكما أشار ضيفك الكريم أن هذه الواقعة لا يمكن الحديث عنها بعيدا عن نتائج الحوار الأمني المتعلق ب5+5، وأن أحد النقاط اللي تم الاتفاق عليها هو تهدية الخطاب وتهدية خطاب الكراهية وتوجيه الخطاب نحو السلام والآخرة. طبعا هذا يؤكد أن المجلس الرئاسي حاول تفعيل هذه النقطة، وعين السيد محمد بعيو الذي نتفق معه ونختلف معه ولكن يبقى هو وزير الإعلام في حكومة المجلس الرئاسي. الرجل حاول تنفيذ هذه النقطة، ولإثبات حسن النوايا توجه بكتاب من خلال منصبه إلى هذه المحطات الإذاعية اللي تقع تحت إدارته، وطلب منهم التهدئة وإزالة شعار متعلق ببركان الغضب، وأن يوجه الخطاب نحو السلام والآخر، بالإضافة إلى اكتشافه إلى عملية فساد في أموال هذه المؤسسة اللي هي الإذاعة الوطنية، أن هناك عملية اختلاس وأن هناك عملية يعني فساد واضحة في مبلغ قدر حدود 38 مليون أعتقد أو الأخري. طبعا الآن تحركت، أصبح يعني هذا القرار هو تهديد في حقيقته لخروج هذه المؤسسات الإعلامية من تحت يد الميليشيات، هي أداة من أدوات هذه الميليشيات في تعبئة الرأي العام، في مواجهة الطرف الآخر، في التدليس على الرأي العام، في 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 أمور كثيرة. يعني هذه آلة إعلامية لا تقل، يعني أنتم عارفين أن الربيع العربي الإعلام وإعلام الجزيرة والإعلام كله بكامل كان أداة من أدوات ما حدث، يعني فهمتني بشكل لا يمكن استبعاده. وبالتالي النقطة المهمة اللي هي الآن يجب أن نركز عليها، أن ما حدث لمحمد بعيو يعكس الوضع الحقيقي في مدينة طرابلس، يعكس أن هذه المدينة وإن كان هناك مجلس رئاسي وإن كان هنا، ولكن تبقى الحقيقة حقيقة لا يمكن طمسها أو تقطيتها بغربال، هي كعين الشمس. أن السيطرة الفعلية في المدينة لهذه الميليشيات التي لن تتخلى ولن تأخذ خطوة الوراء في أي محاولة إصلاح أو استرجاع هذه السلطة من بين أيادي الميليشيات، واسترجاع السلاح من بين وإرجاعها للدولة، لأنهم عارفين أن بعد هذه الخطوة سيكونوا كلهم بالكامل في أقفاص الاتهام. يعني ملفات اللي موجودة عند النائب العام سواء كان فيما يتعلق بفساد مالي، سواء في قضايا أخلاقية، في قضايا ابتزاز، في قضايا اختطاف، في تزوير، كل هذه الأمور فهمت كيف هم دارين حسابها. المثير للاستغراب يعني أنا هو الأمم المتحدة، يعني وزير التعليم وزير الإعلام يختطف بهذه الطريقة، وتعلن كتيبة، تعلن ميليشيا بأن تم اختطافها، والمكالمة الهاتفية اللي سمعناها ما بين آمر هذه الميليشيا ومحمد بعيو، والأسلوب اللي كان اللي هدد به واضح. أن تأتي الأمم المتحدة وتصدر بيان تقول أن يعني تعرب عن قلق عن أسفها ولا تدين، مع أن الفعل واضح، يعني يحتاج إلى إدانة مباشرة. طيب تفسيرك لهذا الأمر، أنت ممتحدة، البيان الذي وصف بالخجول أو الباهت الصادر عن البعثة الأممية وتأخره لكل هذه المدة، اليوم الثالث لعملية الاختطاف صدر التعليق الأول من البعثة الأممية ولم يسمي الجهة التي أقدمت على الاختطاف رغم أنها معروفة للجميع، لماذا برأيك هذا السلوك من البعثة إلى ما يمكن أن نعزوه؟ وهذا يعكس شيء، أن 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 تيارات معينة الآن التقت. يعني إذا كان أشرنا إلى التصريح الذي نسب إلى الصادق الغرياني وقال أن تعيين بعيو هو هدم للثورة، يعني هناك تحرك الآن سواء على المستوى السياسي وعلى المستوى الإيديولوجي والعقائدي والفكري فيما يتعلق بالجماعات اللي هي الخلفية الباك جراوند بتاعها كلها بالكامل إسلامي، سواء كان الإسلام المسلمين أو المقاتلة. يعني الآن في تهديد لمصالحهم، وبالتالي رأينا الآن يعني هناك حالة تقارب في وجهة النظر فيما بينهم في مواجهة
أي محاولة إصلاح في مواجهة محمد بعيو في مواجهة خطوات التي اتخذها في إصلاح المؤسسة الإعلامية. طبعا بكل تأكيد لازم نضع في عين الاعتبار أن طرابلس يعني كانت السيطرة البيليشيات، ولكن السيطرة الفعلية السيطرة الحقيقية هي لتركيا في 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 الباب العالي، يعني كل التعليمات كل. ولذلك أعتقد أن هناك ضغط، يبدو أن في ضغط في في عدم اتخاذ مواقف من قبل وزارة الداخلية. يعني الداخلية حتى هذه اللحظة لم نرى منها ردة فعل واضحة، عبارة عن تغريدة خجولة ولم تتخذ يعني خطوات في تحرير هذا المختطف وهو مسؤول إعلامي كبير، يدل أن أعتقد يعني هذا تحليلي أن هناك ضغوطات بعدم اتخاذ أي خطوات أكثر من ذلك. حتى كنا نشير يا أستاذ فرج قبل قليل لدور جماعة الإخوان المسلمين في التحريض. نعم. لعملية اختطاف محمد عمر بعيو، أنت الآن تشير أيضا لدور الأتراك باعتبارهم هم المسيطرين الحقيقيين على طرابلس. يعني تركيا هي الممثل الآن الفعلي في الحوار، وإن كانوا يعني واجهات ليبية موجودة، ولكن يعني ما نقدرش نتجاوز هذه الحقيقة. كل الأمور مرهونة بتركيا في الغرب الليبي ورأي تركيا، الأمر واضح يعني. والإخوان المسلمين طبعا أداة من أدوات تركيا، ويعني بعد خروج من مصر أصبح المقر الرئيسي بتاعهم والمحج بتاعهم والملاذ بتاعهم هو تركيا، موجودين كله بالكامل في تركيا في إسطنبول، ويتحركوا من هناك، وكل الأموال تحال إلى تركيا في بنوك تركيا، يتحركوا من هناك. وبالتالي يعني مستحيل أن نعتقد بأن هم يتحركون دون معرفة الأتراك دون موافقة الأتراك في حتى في ردود أفعالهم. يعني المجلس الرئاسي وين ردة الفعل؟ أنت وزيرك اختطف، يا وزير الداخلية زميلك اختطف، يا أعضاء المجلس اختطف، كله ولم نرى أي ردة فعل تتناسب من حيث الجريمة أن تكون ردة فعل متناسبة معها فعلا. وهذا الأمر تعزوه إلى إشارة تركية هي التي طلبت من الجميع الصمت، غير 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 مستبعد غير مستبعد. يعني أنت الغرياني يصرح من وسط تركيا وقال أن بعيو هذا تعيين هدم للثورة، وأن الأمل معقود على كتائب بركان الغضب في استعادة الأمور إلى نصابها، وفعلا دخلوا المحطة وأرجعوا الشعار وقالوا أن الشعار هذا يعني يدفع عليه دم وكلام، يعني فهمت كيف، كلام احتدنا عليه في الثمانينات، وعارف أنت فترة الثمانينات بتاعت القذافي الجن الثوري نفس الثقافة تمارس الآن بنفس الكيفية ولكن بمسميات أخرى. تذكروا المحاكم الشعبية اللي كانوا يدوروا فيها، نفس الثقافة موجودة الآن. مواجهة مثل هذه الأمور خارج نطاق الدولة خارج القانون، ومواجهتها بالقوة المسلحة الخارج اللي هي يعني لا تتمتع بشرعية نهائيا، ولكن تتمتع بشرعية واحدة وهي مش شرعية، تتمتع بشيء واحد وهي أن هي في سيطرة فعلية على الأرض من خلال السلاح اللي تكلم يقتلوه، اللي تكلم يخطفه، اللي يأتي أمامهم معارضا انتهى أمره. وبالتالي أنا نبي السؤال يطرح نفسه، ما قال هذه الحوارات اللي تحدث الآن سواء على المستوى وخاصة المسار الأمني 5+5 باهي، إذا كان عجزنا عن تطبيق هذه النقاط، لا يا أمم المتحدة قبل ما نبدو نوصل إلى نقاط وفاق يجب أن تتدخلي لضمان تنفيذها على الأرض، سواء كانت في طرابلس سواء كانت في فزان سواء كانت في أي مكان، يجب أن تعطي ضمانات للشعب الليبي، تعطي ضمانات للمتحاورين بأن فعلا سيكون هناك تدخل دولي في مواجهة كل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، وضمان تنفيذها على أرض الواقع. هي في حق الأمر الآن من يتحاور صارت له عملية إحباط، يقول لك أنا كيف نتحاور إذا كانت عجزت عن حماية وزير إعلامك، بكرة ما تقدرش تحميلي وزير داخليتك إذا كان تم تغييره من أي مدينة أخرى ملهاش أي ثقل. الآن مثلا يعني إذا كان وزير الداخلية الآن هو يتمتع بثقل مدينة، ولكن نفترض أن جابون يعني تم تعيين واحد بناء على معايير الكفاءة من مدينة صغيرة من رجدالين والأخري، ولكنه كان أكفأ وحطوه وزير الداخلية، هل سيتكفل القانون بحمايته وتنفيذ أوامره؟
لا، الأمور تحتاج إلى إعادة توضيح وإعادة ترتيب، والموضوع هذا يعني بغض النظر زي ما قلت لك إذا كان نتفق أو لا نتفق مع الأستاذ محمد بعير، ولكن موضوع مخيف ومقلق، وأرجعنا إلى الخلف، ويجب أن يكون في موقف واحد صارم من الأمم المتحدة، من كل من المجلس الرئاسي، من وزارة الداخلية، حتى ناثق يعني. سأستطرد بعد قليل أيضا في ردود الأفعال، لكن اسمح لي بالعودة إلى ضيفي الأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي، أجدد الترحيب بك. الكاتب والسياسي الأستاذ فوزي الحداد، كيف ينظر لعملية اختطاف وزير الإعلام في حكومة الوفاق الأستاذ الكاتب الصحفي أيضا الأستاذ محمد عمر بعيب؟ مساك خير وكذا ضيوفك الأكارم، والتحية طبعا موصولة للفريق الفني معك وكذلك المشاهدين الكرام في كل مكان. الحقيقة لا ينبغي كما ذكر ضيوفك الكرام أن نفصل ما حصل مع الأستاذ محمد بعيو وبين جماعة الإخوان المسلمين. هذا أمر يعني لا يمكن بكل تأكيد أن نفصل الأمرين أو الموضوعين. أشير إلى نقطة مهمة، أنه في نفس اليوم اللي تم تكليف فيها سيد محمد بعيو برئاسة مؤسسة الإعلام، كل القنوات الإخوانية في العالم وليس فقط في ليبيا كلها تم تجيشها ضد هذا القرار. صحيح. وضد المجلس الرئاسي وضد السراج شخصيا، حتى أن بعض أعضاء المجلس مثل عماري زايد انقلب صراحة على المجلس الرئاسي وأصدر بيان يعني حتى قليل الأدب هذا البيان، وصمت الرئاسي عن هذا البيان وعن كل التصرفات اللي فعلها إعلام الإخوان ضد محمد بعي وضد تعيينات السراج، اللي حتى اتهم من حتى من هذه القنوات بأن السيد السراج قد فقد عقله وأصبح من الضروري الحجر عليه. هذا ما سمعناه من قناة دوغة ومن قنوات التي تبث من لندن، سواء جرائد أو راديو أو حتى تلفزيونات، بالإضافة إلى القنوات الإخوانية التي تبث من طرابلس. إذن هذه المسألة هي مسلسلة وتصب في نفس هذا الإطار. إذن جماعة الإخوان من الواضح أنها وراء اعتقال السيد بعيو بهذه الطريقة المذلة، وهي أيضا وراء هذا التكتم اللي حصل من الرئاسي ومن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وكذلك أيضا تأثيرها الكبير حتى على البعثة الأممية، لأن البعثة حاليا في هذا الوقت اللي تعيش فيه أوقات صعبة من إدارة حوارات متعددة، مسار سياسي ومسار عسكري وأمني، لا تريد فيما يبدو أن تزعل جماعة الإخوان المسلمين في هذا الوقت، حتى لا ينفضوا اليد منها ومن ترتيباتها، بالذات السيدة استيفانيا. أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد أو الظاهر على الأقل بالنسبة لي الذي جعل بيان البعثة الصادر اليوم بيان باهت جدا جدا، بل ويدعو حتى للقلق. يعني مش معقول يعني شخصية في حجم محمد بعيو بمثابة وزير يختطف بهذه الطريقة المهينة، ولا تتحرك البعثة الأممية إلا بمثل هذه يعني هذه الحركة البسيطة اللي فقط تريد أن تقول أنها موجودة. يعني هذا يعطينا مؤشر إلى أن الجماعة بالفعل أمرها خطير، والجماعة حتى الآن لا تزال تتمسك بنفوذها داخل العاصمة طرابلس، نفوذها داخل البنك المركزي أقصد المال، والنفوذ الإعلامي الكبير اللي تمتعت به واللي بناته خلال السنوات الماضية، من خلاله تبطش بهذا وتجهل هذا وتنشن حربا على هذا. أعتقد أن الأمر أصبح واضح ليس فقط لكل الليبيين وإنما حتى للمراقبين للشأن الدولي. نحن تكلمنا يعني حتى منذ أن ظهرت حكومة الوفاق بأن مسألة تطبيق البند الخاص بعزل الميليشيات وإبعادها عن العاصمة كما يقول الاتفاق على الأقل 100 كيلومتر، وتفكيك من يريد أن يظل في العاصمة بطريقة منظمة ومعروفة، إن هذا الفشل سينعكس بكل تأكيد سلبا على أداء الحكومة، وهذا ما حصل حتى الآن. يعني المسائل أو الفشل لا يزال يعني يجر فشلا إثر فشل، حتى وصلنا إلى مثل هذه النقطة اللي يختطف فيها مسؤول كبير دون أن يتحرك أحد من هذه الحكومة ولو حتى منددا. أعتقد أن الوضع ينبئ بما يحويه، كلنا نعرف اللي يحصل في العاصمة، ولهذا ننادي هذه الفترة من الأمم المتحدة وبعثتها وكل المشتغلين في الحوار، إذا ما أرادوا هذا حتى الآن في شك كبير أن ينجحوا الحوار الحالي، فعليهم أن يقروا إخراج السلطة السياسية الانتقالية المقبلة
من العاصمة طرابلس بأي شكل من الأشكال، ولتكن في سرت على سبيل المثال أو في أي مكان آخر بعيد عن التأثير الميليشياوي وبالذات عن التأثير الإخواني الخطير، اللي اليوم حسب ما سمعنا في مصراته بدأوا في تكتيكات أخرى، يعني التراجع خطوة إلى الخلف بقصد القفز إلى الأمام خطوات كثيرة في مقبل الأيام. هم يقيسون هذا الأمر بدقة ويتمثلون التجربة التونسية في هذا الإطار اللي تأخرت من قبل عام، وهي اليوم تتقدم الصفوف بالمغالبة وليس بالتوافق الوطني. طيب، لكن ربما هذا الأمر يا أستاذ فوزي تأكيدا على حديثك كشف المسيطرين الحقيقيين على الأرض في طرابلس الميليشيات أو نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، لذلك تعتقد أن الأمم المتحدة تطرح مشروع نقل العاصمة أو السلطة السياسية القادمة إلى سرت؟ لكن الكثير يقول ما الضامن ألا يتكرر هذا المشهد في أي مكان آخر حيث تتجمع السلطة السياسية القادمة؟ بمعنى أن هذه الميليشيات هي نظريا تابعة إما للداخلية أو للدفاع، وأيضا حتى عملية تأمين السلطة السياسية القادمة ستشكل من هذه الجهات أو هذه الأجسام. ما الضامن ألا تتغلغل جماعة الإخوان المسلمين عبر هذه الأدوات؟ الضامن هو الاتفاق السياسي اللي الآن، أو أقصد الاتفاقات اللي الآن يعمل عليها، اللي يشارك فيها مجلس النواب ومشارك فيها مستقلين، بالإضافة إلى جماعة الإخوان الممثلة في مجلس الدولة وبعض أفرادها أيضا في الحوار السياسي. يفترض أن يكون الطرف المقابل واعيا لمثل هذه النقاط لكي يتم الحديث عنها في عندما يأتي الحديث عن التفصيلات أو التفاصيل اللي يكمن فيها الشيطان كما يقال، لأن هذه التفاصيل التي ذكرتها مهمة جدا. يعني لابد إذا ما ارتأت الأمم المتحدة وتوافق العالم على جعل مثلا سرت هي مقر السلطة الانتقالية ولو بشكل مؤقت، ينبغي أن يقرر حماية لهذه السلطة وعدم انتقال أي ميليشياوي من العاصمة طرابلس أو من مصراتة أو من أي مكان آخر إلى المقر الجديد للحكومة. طبعا العالم فعلها سابقا على سبيل المثال في بغداد عندما صنع المنطقة الخضراء، لكنه فعلها داخل العاصمة. نحن لا نريد منطقة خضراء في طرابلس، ولكن نريد مدام ليبيا شاسعة الآفاق وفيها مدن تحتمل مثل هذا الخيار، لما لا؟ لما ننتقل إلى أقدامس أو إلى سرت السلطة الانتقالية هذه وتعمل في ظروف أحسن بحماية مقر الأمم المتحدة نفسه اللي موجود في العاصمة طرابلس، يمكن أن ينتقل أيضا إلى مقر هذه الحكومة. وتعهد المتحاورين اليوم بأن لا يكون في هذه المدينة سرت على سبيل المثال إلا الشرطة. أنا كنت الأسبوع الماضي في سرت وحضرنا مؤتمرا هناك، اللي كان موجود داخل سرت هي الشرطة فقط، وقامت بدور ممتاز وجلي وواضح الحقيقة في تأمين كل الوفود وكل الحاضرين، ولم نشعر بأي قلق من ناحية التواجد الشرطي داخل المدينة، بالعكس كانوا عامل مساعد ومريح. طيب، أيضا داخل المدينة، هذا ما نريد أن نحرص عليه. طيب، مرة أخرى وأعتذر المقاطعة يا أستاذ فوزي، لكن أيضا أريد أن أستطرد معك في الجزئية المتعلقة بعملية اختطاف الكاتب الصحفي محمد عمر بعيو لأهميتها. برأيك لماذا تقدم هذه الميليشيات على هذا العمل الإجرامي ضد بعيو تحديدا؟ لأن سيد بعيو بالصلاحيات الممنوحة له في المؤسسة العامة للإعلام سيكشف القطاع عن تحركات الأخوان بالذات في مجال الإعلام. كما ذكرت لك قبل قليل، الأخوان يعني يجعلون من الإعلام ركيزة مهمة جدا، وهم يسيطرون على الإعلام في العاصمة طرابلس بالذات بشكل شبه كلي. وجود السيد بعيو يهدد هذه المكانة في العاصمة طرابلس، وها أنت رأيت أول يوم تعيينه ماذا حصل في القنوات الإخوانية، يعني انكلبت بكل ما تعني الكلمة، حتى أنها قطعت كل برامجها وركزت على تعيين بعيو. الضامة التي أو القشة التي قسمت ظهر البعير إنجاز التعبير هو هذه التحركات اللي كان متوقع أن بعيو يعملها، وفعلا عملها بكل جرأة وبكل شجاعة، وهو تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه الآن في الحوارات، بمعنى الدعوة إلى نزع فتيل خطاب الكراهية لكل القنوات التابعة لهذه المؤسسة. وطبعا كما قلت لك القانون الجديد المؤسسة يعطيها التحكم في كل القنوات سواء كان راديو أو صحف أو حتى قنوات، وهذا ما هدد مكانتهم بكل تأكيد. واستخدموا العصا التي يملكونها، عصا السلاح الميليشياوي، لكي لاختطاف بعيو وليساوم الرئاسي عليه. الآن ما يحصل أنهم يريدون من الرئاسي أن يعزل السيد بعيو أو أن يستقيل بعيو قبل أن يطلق سراحه.
هذا ما يريدون. طيب ما الذي سيحدث يا أستاذ فوزي الحداد؟ ما الذي تتوقع حدوثه الآن؟ بمعنى أنه قبل قليل وصفت بيان البعثة الأممية بأنه باهت وهو جاء متأخر على أي حال كذلك، لكن فيما يتعلق بتغريدة وحيدة صادرة اليوم عن فتح بشاغة الكثير اعتبرها أيضا باهتة ولم تسمي الأمور بمسمياتي. هو يتحدث بصورة عامة عن جهة رسمية أقدمت على انتهاك حرمات وحجر حرية، لكن أين السراج؟ لماذا لم يتحرك؟ لماذا لا نرى أي تحرك من حكومة فايز سراج ضد اختطاف وزير أو أحد وزرائها؟ للأسف السيد السراج ليست لديه أي وسائل للتحرك أو حتى المقاومة، وأنتم تعلمون ذلك، لأن كل الوسائل الموجودة في العاصمة أو في حكومة الوفاق كلها يا إما تتبع لي ميليشيات مؤدلجة أو لمدن بعينها أو لجماعة الإخوان، وبالذات من يحركها هو هؤلاء وليس السيد السراج. السراج يوفر لهم فقط الشرعية ولهذا هم متمسكون بوجوده، وعلى هذا الأساس ليس يستطيع أن يتحرك. السراج كلف السيد بعيو ثم اختفى بعد ذلك عن ساحة التأثير وتركه وحده يسارع هذه الأمواج، حتى أدى الأمر إلى اعتقاف بعيو مع ابنه، ولا أحد يعلم حتى الآن ما الذي حل به أو ما الذي سوف يحصل له للأسف الشديد دون تدخل فاعل من الرئاسي. بالفعل سؤال كبير جدا، كيف يا سيد سراج تعين شخص في منصب حساس كهذا وأنت تعلم هذه الحساسية بما يحيط بك بالبيئة الملغمة المحيطة به ثم تتركه دون عون؟ هل عرقت هذا الأمر عليه وقرر هو أن يدخل هذه المغامرة بكل هذه الشجاعة غير المحسوبة؟ أعتقد هذا الأمر يعني مثير بالفعل للانتباه. حتى قبول بعيو بهذا المنصب الحقيقة نحن قلناها له أول ما كله قلت يعني أمر صعب جدا، كيف يمكنك أن تبقى الحقيقة موجودا في بحر متلاطم وهذا البحر الحقيقة غير مضمون النتائج؟ أول قرار مهم ومفيد لمصلحة ليبيا يدعو إلى السلام ونبذ خطاب الكراهية وتوحيد الجهود باتجاه إنجاح الحوار الحالي، ها هو يؤد تماما ليس بطريقة قانونية وإنما بطريقة ميليشياوية لا يمكن القبول بها من أي أحد في العالم. والعجيب أن الجميع يسكت عن هذا الأمر بما فيها البعثة الأممية في بيان باهت جدا في محاولة لاسترضاء هذه الميليشيات ولاسترضاء أيضا من يحرك هذه الميليشيات، وأقصد به طبعا جماعة الأخوان اللي هي منخرطة بقوة الآن في جولات الحوار الحالية واللي هي تعتبر المفاوض الأساسي والرئيسي للأطراف الأخرى اللي مثلها مجلس النواب أو حتى المستقلين لمحاولة الوجود بقوة حتى في الحكومة الانتقالية المقبلة. أنت تعرف أن هذا التنظيم تنظيم الأخوان تنظيم انتهازي بامتياز، يعني ينتهز أي فرصة للبقاء في السلطة، وإذا ما فشل مثل ما فشل عام 2014 وخسر انتخابات مجلس النواب قام بعملية فجر ليبيا لكي يعود مرة أخرى للسلطة، وأعاد مجلس المؤتمر الوطني من جديد وأعاد وأشق الحكومة حكومة الإنقاذ. طيب إذن هذا التنظيم لا يؤمن، هذا التنظيم جانبه للأسف لا يؤمن جانبه وتصف سلوكه بالانتهازية. لكن بعد قليل في المحور الثاني سنناقش موضوع جماعة الإخوان المسلمين والبيانات الصادرة عنها، بيانات حل نفسها في مصراتها وفي الزاوية، لكن اسمح لي فقط أريد أن أعود للأستاذ أحمد تهامي. أستاذ أحمد دعني أناقش معك ردود الأفعال قبل أن ننتقل للمحور الثاني، ردود الأفعال على جريمة اختطاف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عمر بعيو. البعثة الأممية أصدرت بيان اليوم وصف بالباهت ولم يسمي الأمور بمسمياتها. فيما يتعلق بحكومة الوفاق التعليق الوحيد صدر عن فتح بشاغة عبر تغريدة أيضا لم يتحدث فيها عن الجهة الخاطفة مباشرة، تحدث بصورة عامة عن جهات رسمية تنتهك حرمة منازل وتقوم بحجر حرية. أضاف في تغريدته أنه حال هذا الأمر لفخامة رئيسه فايز السراج، لأن هذا الأمر يعد من اختصاصه. كيف تتابع ردود الأفعال هذا؟ وبرضه في ردة فعل من السفير الأمريكي اللي هو سانكر صحيح للأسف هني، وطبعا أعرف أن كاجمان أيد الاختطاف ولكن أيد فعلا مسألة عارض أنه هو محمد عمر بعيو يمسك هني، وكذلك عماري زايد، وهذين كلهم من داخل المجلس الرئاسي للأسف، ما يسمى بالمجلس الرئاسي للأسف الشديد يعني. وطبعا نحن يا أستاذ أحمد هي خيبة أمل للناس اللي راهنوا على الحوار، يعني يفترض الناس اللي اتفقوا
على التهدئة ونبذ خطاب الكراهية وكذا وكذا، الآن يتراجعوا. نحن أول اتفاق نحن اتفقنا عليه، وهذه زي ما يقولوا إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، أهو يعني يعني فعلا نصف وبطريقة سيئة جدا. يعني يعني أنت طريقة يعني أنت قاعد وكأنك يا أخي في اسمها هذه بلدان أمريكا اللاتينية هذه نتاع المخدرات ونتاع كذا، خاطف ما فيش لا قبض لا كذا. حتى أن النائب الآن قال أنا ما أصدرتش أمر بإلقاء القبض على على محمد عمر بعيد، يعني واضح جدا أن اللي نفذوا طبعا هم بالتأكيد وجهت لهم أوامر من الإخوان المسلمين، واللي نفذوا فعلا عصابة ببساطة شديدة. يعني نحن نقول الميليشيات هي زي ما تقول المجموعات المسلحة، هي في الواقع عصابات مسلحة لا أكثر ولا أقل، وشفنا كلام الراجل هذا اللي المسؤول على على لكن يعني. نعم تعرف أنه محمد عمر بعيو ينحدر من مدينة مصراتة، هو ابن هذه القبيلة التي تتخذ من مدينة مصراتة مكانا لها عبر التاريخ، لكن فتحي بشاغة بيانه أو تغريدته التي قال فيها أنه أحال هذا الأمر وحوله إلى فخامة الرئيس فايز السراج كما قال، هل هو مثابة الهروب من المسؤولية أو ربما الحرج، خاصة أنه بعيو هو ابن عمه؟ هو يا أستاذ أحمد أنت نحن برغم أن استبشرنا خيرا بالاتفاق اللي نفذ بين أحمد معيتيق فعلا والقيادة بخصوص أو وزارة المالية في الحكومة المؤقتة بخصوص فتح النفط، وكذلك الآن محمد عمار بعير وكل الشخصين هم من مصراتة فعلا. يعني دائما نتمنى، لأن مصراتة رائدة مش حاجة سهلة، يعني رأينا منها الكثير من المساوئ وخصوصا خلال حرب بنغازي، تحرير بنغازي من المجموعات الإرهابية، ولكن الآن حتى دعوات الإصلاح أو إجراءات الإصلاح اللي تخرج من مصراتة تكمت الآن، ما فيش يعني خلاص يعني بالخطف فعلا زي ما هجم السيد أحمد معيتيق، لكن هذا مسكين خطف وخطفوا حتى أبناء يعني. وهذا يؤكد يا أستاذ أحمد أنه جماعة الإخوان المسلمين هي التي تحكم هذه المدينة، مدينة مصراتة أو طرابلس، هي التي تستغل شبابها أيضا لخدمة مصالحها أو خبرة أو خدمة مشاريع عابرة للحدود أو تأتي من مكاتب الإرشاد خارج الأراضي الليبية. يا أستاذ أحمد أنا في وقت من الأوقات قلت لك وعبر برنامجك أن مصراتة هي عاصمة الإخوان المسلمين، وحاول الإخوان المسلمين فعلا يديروا مدينة في شرق ليبيا بنفس وضع مصراتة، وفشلوا فعلا زي ما فشلوا فعلا في في برقة وفي حتى في الجنوب يعني أو المناطق اللي سيطر عليها الجيش الليبي فعلا. يعني هذوما ناس فعلا يبوا السيطرة بالكامل على ليبيا، كذلك طرابلس الآن تحت قبضتهم للأسف الشديد. يعني أنا فعلا يعني أنا حتى يعني يجر الحديث للأسف يا أستاذ أحمد معلش، يعني مثلا الإخوان مجلس النواب فرض في فترة من أوقات تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، صحيح صح ولا لا؟ والآن يتحاور معهم، وخصوصا مع المشري هذا يعني فعلا الإنسان اللي طلع وقال أنا سقلت من الإخوان المسلمين، هو مازال إلى النخاع إخواني واضح جدا في كل تصرفاته يعني. طيب على سيرة الاستقالات من جماعة الإخوان المسلمين، دعني أنتقل بك للمحور الثاني من هذه الحلقة. اليوم في بيان صادر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل مدينة مصراتة، أعلنوا فيه تقديم استقالة جماعية من الجماعة وحل الجماعة داخل مدينة مصراتة. هذا الأمر يأتي بعد أشهر يا أستاذ أحمد تعرف جيدا من عملية مماثلة حدثت في الزاوية، جماعة الإخوان المسلمين هناك أيضا أعلنت حل نفسها. ما الذي يعني هذا الأمر؟ هل هذا الأمر حقيقي؟ والله يا أستاذ أحمد دعنا نأمل خيرا، هكي أنا هكي نقول لك يعني خلينا نشوف المسألة مش بالأقوال وتطلع وتقول لي بيان، المسألة بالأفعال فعلا. أنتوا يا ناس اللي طلعتوا وقلتوا نحن كذا واستقلنا من جماعة الإخوان المسلمين وكذا وكذا، أنتوا في عاصمة الإخوان المسلمين وقلتوا أن نحن فعلا تقعد مصراتة خالية من جماعة الإخوان المسلمين. لا. المسألة مش بالأقوال وتطلع، لأن مللنا من الأقوال انتحكم يعني
مللنا فعلا. انتوا مئات التصريحات اللي صرحتون كلن كاذبة. انا ما نبيش نطعن فيكم، انا اتمنى انكم تكونوا صادقين، لانكم انتوا باستقالتكم من الاخوان المسلمين تجنبتوا يعني كارثة كارثة. انتوا حتى عيب. انا دائما نقول كيف يرضى الانسان ان يكون في تنظيم الاخوان المسلمين؟ يا استاذ احمد انا بحثت في الاخوان المسلمين بشكل غير عادي، ودرت مذكرة كاملة وحلتها لمجلس النواب، واسترشدت فعلا بكل الناس اللي انشقوا عن جماعة الاخوان المسلمين سواء في مصر او حتى في ليبيا. نعرف ناس فعلا في ليبيا انشقوا وكانوا مسجونين امام، وقالوا لي عليهم شنو هم بالضبط. نحن عارفين شنو الاخوان المسلمين من 1928. التنظيم هذا فعلا للاسف الشديد كونوا خبره غير عاديه، ولكن فيش الخبره هذه؟ في تدمير البلدان وفي السيطره وفي التمكين وفي الاقصاء. طيب هذه خبرتهم. اذا كان هذا هو سلوكهم وتلك هي خبرتهم وهذا هو تاريخهم، اذا كيف يمكن ان نتحدث بحسن نيه عن هذا الإعلان الأخير، إعلان حل نفس الجماعة لحل نفسها؟ هل هذا الأمر حقيقي؟ ألا يمكن أن يكون أيضا في إطار المناورة الذي اعتادته الجماعة؟ يا أستاذ أحمد، نحن مشكلتنا لعند الآن كل اللي ظهروا وتكلموا وقالوا هني بما فيهم المشري يا سيد. صحيح. مش قال الرجل على الخروج من الجماعة؟ هذا رجل لا مركز ولا مكانته هني، وواضح جدا أنه هو مجرد خرج لفظيا، ولكن واقعيا وفعليا هو قاعد فعلا مش غير اخواني، يعني اخواني يعني فعلا مش بسيط، يعني مش بسيط فعلا، ويعني له مكانته للاسف الشديد. المجلس الشاري الاعلى اللي هو حول لنا الى المجلس الاعلى للدوله ويصور، والان التسريبات تتحدث انه ربما في منافسه نوري بوسهمين على عضويه نائب رئيس المجلس الرئاسي القادم. لهذا الأمر أنت تتحدث أنه إخواني خطير، لكن فقط اسمح لي مرة أخرى أعود لي الأستاذ فرج العجيلي. أستاذ فرج، كيف تعلق على هذا البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين داخل مدينة مصراتة والذي أعلنت فيه حل نفسها؟ يعني قرأنا البيان وطلعنا عليه، وأسئلة كثيرة يعني تدارت في الذهن وعلامات استفهام كثيرة يعني تقرأها من خلال السطور وبين السطور. طبعا البيان من حيث المبدا هو اكد بشكل او باخر على ممارسه الاخوان المسلمين للعمل السياسي السري والغير السري في 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 ليبيا. اشار البيان الى ان هناك مراجعات تمت من قبل قيادات الجماعه ومن قبل الجماعه في 2015، وان تم التصويت عليها، ولكن القيادات خرجت وصوفت وانحرفت عن هذه المراجعات. وبالتالي السؤال يطرح نفسه، ما هي هذه المراجعات؟ وهل هي لها علاقة في ليبيا؟ ومن هي هذه القيادات التي انحرفت؟ يعني أسئلة كثيرة نحتاج إلى إجابة عليها حتى نصدق ما جاء في هذا البيان. أضف إلى ذلك أن يعني الختم اللي وجدناه على البيان أنه هو الإخوان المسلمين الجماعة مجموعة جماعة ليبيا منطقة مصراتة، ونحن نعرف ان يعني مصراتة هي مقر مركز حزب العداله والبناء، ونعرف ان حزب العداله والبناء هو واجهه سياسيه لهذا الحزب في ليبيا. والسؤال اللي يطرح نفسه، هل هذا الحل وهذه الاستقاله، هنا ذكر بان يعني استقالتنا الجماعيه من الجماعه وبالتالي حل تنظيم الاخوان المسلمين بالمدينه، هل سيترتب عليه حتما حل هذا الحزب، حزب العداله والبناء اللي هو الواجهه السياسيه لهذه الجماعه؟ السؤال يعني اللي ما قلتلاش تفسير، وهو خروج ثلاثه اشخاص في فيديو، يعني ثلاثه اشخاص خرجوا في فيديو وما نعرفهم، شو اول مره نشوفوهم، شنو موقعهم من المسؤوليه؟ هل هم قيادات؟ هم مش قيادات؟ هل هم فقط لا غير؟ هم هذول حزب الاخوان المسلمين في 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 مصراتة؟ من هم البقية اللي قالوا لهم، قالوا نحن استقالتنا الجماعية من الجماعة؟ وبالتالي ولذلك حتى هذه اللحظة، مع أن نحن يعني نتمنى أن يختفي هذا التنظيم نهائيا من المشهد في ليبيا، أن يختفي نهائيا، ولكن للأسف يعني من الصعب جدا أن نحن نصدق الخطوات اللي يقوم بها جماعة الإخوان المسلمين. دائما هناك حالة شك قائمة فيما بيننا وبينهم فيما يتعلق بتصرفاتهم.
نحن يعني هم استقالة، يعني حتى لفظ استقالة في حد ذاته، أنت مستقيل من وظيفة ولا مستقيل من ولا خارج من فكر ولا خارج من عقيدة يعني. وهل هذا ممكن بمعنى أنه من بايع على السمع والطاعة على وأقسم على مصحف ومسدس، هل يمكن أن يخرج من هذه الجماعة على كما يخرج ربما من أي مؤسسة أو حزب أو جمعية أخرى؟ والله شوف، يعني إذا كان نحن نبغى نلجأ إلى التقييم الشرعي لهذا الموقف، أعتقد أن من خرجوا الآن بالنسبة للي باقيين يعتبروا مرتدين وفقا للفكر، ولا لا؟ أنت ارتديت الآن لأنك أنت خرجت من 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 جماعة تظن أن هي الممثل الحقيقي والصحيح للدين الإسلامي، ولا لا؟ لما أنت تخرج عن هذه الجماعة أنت ارتديت عنها. الخلط اللي عند الإخوان المسلمين في مسائل الدين والسياسة خلط عجيب وغريب جدا. طيب. المشري في لحظة من اللحظات قال أنا والله مستقيل ومارس العمل السياسي باسم الإخوان المسلمين ولا زال حتى اللحظة. المجموعة للآن يعني حتى نصدقكم أكثر، اخرجوا لنا في الإعلام يا الثلاثة اللي طلعتوا في هذا الفيديو، اخرجوا لنا في الإعلام وانطلقوا من قاعدة وطنية ليبية وحكوا لنا الأسباب الحقيقية، فهمت كيف اللي نحن المفروض تهمنا؟ لأنكم أنتم هذه الاستقالة موجهة للشعب الليبي، ما هيش موجهة لتنظيم الإخوان المسلمين أو للمجلس الرئاسي أو لا، موجهة للشعب الليبي، ومن الصعب جدا أن نحن نصدقوها حتى نسمعوا منكم وتعطونا فيما يخصنا صحيح. فيما يتعلق وحتى البيان بقى. الذي قرئ الآن واستمعنا إليه لم يأتي على الأسباب الحقيقية ولا على السلبيات أو الأخطاء التي اقترفتها الجماعة. أيضا خالد المشري فيما سمي باستقالته السورية لم يأتي على ذكر هذه الأمور. ربما لفتني قارئ البيان قال إنه الإعلام شوه صورتنا، يعني وكأن هذا هو السبب، بمعنى أنه هم شيء إيجابي شيء براق لامع وخير، لكن الإعلام هو الذي يشوه صورتهم. كيف يمكن أن يستقيل شخص من جماعة ويتحدث بهذه اللغة؟ والله شوف يا دكتور أحمد، ثم مش الإعلام اللي هو تصرفاتهم هي التي شوهت صورتهم، تصرفاتهم شغلهم بالطريق السري وفي الظلام ومن خلال المؤامرات ومن خلال الدسائس، وشفنا ما حدث في مصر والأخير التاريخ، يعني من بداية هذا التنظيم وحتى هذه اللحظة كل التصرفات هي التي شوهتهم وليس الإعلام في حد ذاته. لكن دعني أعرج على نقطة مهمة جدا، أنا لا أستبعد، يعني أنا شخصيا ممكن يعني وقد أكون مختفيا، أنا لا أستبعد علاقة هذا البيان بموضوع محمد بعيو لأسباب. أولا هم يعني قالوا هنا في نهاية اللي قالوا واستجابة للنصح الناصحين الغيورين، طبعا نحن عارفين أن محمد بعيو ابن مدينة مصراتة ويتمتع بثقل قبلي، وأن حدثت تحركات على المستوى الاجتماعي داخل مدينة مصراتة فيما يتعلق بحمايته وفيما يتعلق بالتأكيد على أنه هو في ذمة من اختطفوه والأخرى. أعتقد أن في حالة ضغط وربط لعملية الخطف اللي حدثت وأن من وراها كانوا الإخوان المسلمين، وبالتالي من خرجوا هم يبرؤوا في أنفسهم من هذه الواقعة تحت ضغوطات اجتماعية قد تكون مورسة. والدليل أن تو خليك معي في جزئية خلينا نقيسوها هكي بالعقل، كتيبة ثوار طرابلس في لحظة من اللحظات من شهر فات ومن شهرين أعتقد أن شفناهم في الساحة في ميدان الشهداء في طرابلس قادي، استعرضوا بالقوات العسكرية ووينك يا باش آغا وتعال يا باش آغا والأخير. بعدها بفترة شفنا كيف دخل باش آغا برتل لا يقل عن 600 سيارة بالسلاح والأخير. هذه يعني دليل أن هناك قدرة مادية فعلية الآن أن لدى وزارة الداخلية أن هي تقدر تتدخل وتحرر محمد بعيو، ولا لا؟ عندها قدرة كاملة أن هي يعني في مواجهة، لأن ما شفناش أي رد فعل من كتيبة ثوار طرابلس لما دخل باش آغا لطرابلس واستعرض بهذه القوة العسكرية. في موضوع آخر له علاقة، موضوع البيان هذا له علاقة حتى بموضوع تعقيد محمد بعيو، هناك مسائل يعني لم تخرج حتى للعلن حتى هذه اللحظة، ولكن أعتقد أن هناك تجاذبات، أن هناك لوم، أن هناك تحميل مسؤوليات على يعني، وأن هناك إذن تربط بين عملية اختطاف محمد عمر بعيو أيضا وبين هذا البيان، ربما في إطار عدم الرضا أو
ربما عدم قبول بعض الجهات داخل مدينة مصراتة لهذا التصرف، لكن اسمح لي فقط السؤال يطرح نفسه هو لماذا التوقيت، يعني توقيت هذا البيان؟ طيب. 2015 تقول لي انهم خرجوا عن المراجعات اللي تمت وإلى آخره، تو تطلع لي في 2020 تقول لي لا والله انا مستقيل. طيب اسمح لي ان انتقل الى لي ورحب بالاستاذ فيصل برايق المهتم بالشان العام. استاذ فيصل اهلا بك، ودعني ابدا معك من هذا البيان الصادر من مدينة مصراتة. مجموعه من جماعه الاخوان المسلمين خرجوا في بيان اعلنوا تقديم استقالتهم الجماعيه وايضا حل جماعه الاخوان المسلمين في مدينه مصراتة. مساء الخير استاذ احمد، اشكرك واشكر كذلك الساده الضيوف وكذلك الساده المتابعين. اهلا وسهلا. هل الصوت واضح استاذ احمد؟ نعم واضح جدا، تفضل استاذ فيصل. نعم، دعني في عجاله اذكر ب ما يعرض من عمليه مراجعه فكريه لصالح جماعه الاخوان المسلمين والتي تمثل مساحة واسعة من جماعة الإسلام السياسي، وبالتالي عندما نتحدث عن جماعة الإسلام السياسي نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين. لاحظنا نحن في ثمانينات القرن الماضي حصلت مراجعات داخل جماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وهذه المراجعات قادها أبو العلا ماضي، وهو الذي أنشأ بعد هذه المراجعات وعقب لفظة من داخل الجماعة، لأن هذه الجماعة لا تقبل بعملية التطوير وعملية التحديث. تم لفظة من داخل الجماعة وأنشأ حزب عرف بحزب الوسط، ثم استمرت هذه المراجعات داخل الجماعة وقادها أتذكر عبد المنعم أبو الفتوح، والذي حظي بدعم واسع من مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف، وأيضا للأسف جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة ريديكالية وتمثل للأسف أغلبها التيار القطبي الكلاسيكي المحافظ داخل الجماعة، وتم لفظة أيضا. وبالتالي عملية الإيمان بأن جماعة الإخوان المسلمين تقبل عملية التحديث وعملية التطوير وعملية استيعاب الوضع القائم من حاله، هذا من الصعب لأنها تمثل رافعة لتيارات أيديولوجية معقدة. نأتي للحالة الليبية وهي الحالة الأعقد والأصعب لحكم ما عانته داخل السجون الليبية وتأثرها بالمدرسة المشارقية، وهي مدرسة التي كانت داخل السجون في جمهورية مصر العربية وتمثل أيضا التيار العنفي والأصعب في ظل هذا الوضع القائم. ولو بحثنا بمنظور أوسع لاحظنا بأن ما يعرف بجماعة الإخوان المسلمين وهي التي توصف ببعض المكاتبات بأنها الأكثر ميولا إلى الليبرالة وهي في جمهورية تونسية، وبالتالي كانت أكثر انفتاحا وأكثر استيعابا للواقع، ورأينا ما حصل في جمهورية تونسية. الحالة الليبية الآن والتي يجري التسويق بأن تحت فيها مراجعات، هذا الأمر غير مقبول من حيث العقل، لأن هذه التنظيمات قد تكون هذه مناورة سياسية، ولاحظناها في بداية الألفينيات من عند 2005 عندما حصلت المراجعات من خلال قادة هذا التيار، ورأوا بولاية الأمر ورأوا الاندماج في العملية السياسية والانخراط فيها، ولكن ما جاءت أن ثورة فبراير إلا أن قفزوا عليها وبالتالي احتكموا إلى العنف، وهناك الكثير من التصريحات. طيب. يؤيد ويدعم. ولماذا الآن ربما تتحدث عن مناورة، ومناورة بأي معنى؟ أتيت على تاريخ الجماعة فيما سمي بالمراجعات وانقلابها على هذه المراجعات بعد ذلك، لكن الآن هل تستعد الجماعة ربما للتسلل إلى السلطة السياسية القادمة، ربما في الحكومة القادمة، المجلس الرئاسي القادم، أو أيضا في المؤسسات السيادية وغيرها من المؤسسات الأخرى؟ جماعة الإخوان بعد أن اقتنعت أن الشارع يرفضها تلجأ إلى هذا الأسلوب برأيك؟ قد يكون هذا هو الهدف، وحتى عملية الحوار السياسي الذي تم تأجيله ما بعد 3 نوفمبر القادم قد يكون من المحتمل هو قيادة البحث الأممية النظر بعين الاعتبار إلى نتائج الانتخابات الأمريكية وما سوف يتم إفرازه، وبالتالي عملية الذهاب مع هوى الإدارة الأمريكية القادمة، بمعنى آخر الإدارة الديمقراطية التي كانت أكثر انخراطا مع جماعة الإسلام السياسي، لاحظناها عندما قادها الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في جمهورية مصر العربية، وهو الذي قام بتقديم جماعة الإخوان المسلمين عام 2005 و2006 و2007 لتلك الإدارة، وبالتالي انخرطت في حوار جدي مع إدارة أوباما، وتم تقديم السيدة الموجودة في الخارجية هيلاري كلينتون وهما عبدين المسؤولة عن جماعة الإخوان المسلمين المنخرطين داخل وزارة الخارجية الأمريكية. إذا حتى تقديم جولة المفاوضات للنظر بعين الاعتبار إلى الخلف
إلى نتائج الانتخابات الأمريكية هو يعطي هذا المؤشر الذي من حقنا أن نتوجس خيفة وأن ننظر له بعين الاعتبار. من المحتمل أن يتم دمجهم وخرطهم حسب نتائج الإدارة الأمريكية، انتخابات الإدارة الأمريكية القادمة في 3 نوفمبر القادم. إذا عملية المناورات وعملية الحنق السياسي داخل الدولة الليبية من هذا التيار جعل من هذه التصريحات التي تحاول أن تناور وأن يرتدوا جلباب جديد وأن يخرج إلى الناس بشكل آخر. هنا أتحدث بنظرة موضوعية ونظرة متابع ومحلل الواقع بعيدا عن ما أؤمن به، ولكن هذه هي الحقائق، وبالتالي هنا أحاول أن أسرد الحقائق. وبالتأكيد وصلت إلى هذا الحكم أستاذ فيصل بناء على قراءة تاريخية أتيت على ذكرها الآن لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين، لكن اسمح لي مرة أخرى بالعودة للأستاذ فوزي الحداد. أستاذ فوزي، مراجعات مرة أخرى هكذا ورد في البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين داخل مدينة مصراتة، والذي أعلنوا فيه تقديم استقالة جماعية وحل الجماعة داخل المدينة، مدينة مصراتة بعد الزاوية. لكل القراءات اللي استمعنا إليها الآن فيها منطق بكل تأكيد، ومن خلال تتبعنا لتاريخ الجماعة وقراءاتنا حول هذه الجماعة، أنا أؤكد من منظوري على الأقل أن ما يحصل هو مجرد تكتيك سياسي من الجماعة، لأنها فعلت الشيء نفسه مرات كثيرة، فعلته في مصر أكثر من مرة، فعلته في مصر عام 2011 عندما رفعت شعار لا مشاركة وليس مغالبة، وتعهدت بعدم الاشتراك في الانتخابات الرئاسية المصرية، ثم فوجئنا بها تقدم مرشح واحد وخيرة الشاطر، ورشحت مرشح ثاني سمي في مصر بالاستبن يومها اللي هو مرسي، واللي تم فاز لاحقا بالرئاسة. ما يحصل في ليبيا شيء مشابه، لأن التنظيم الإخوان لا ننسى أنه تنظيم دولي وليس تنظيما محليا. حتى ملك إدريس عليه رحمة الله ورضوانه ذات يوم عندما عرض عليه تأسيس فرع للجماعة قالها بصريح العبارة، والجميع يعلم ذلك، يعني العبارة المشهورة اللي فحواها: كيف نؤمن لناس يعني رأسهم هنا وذيلهم برا على سبيل المثال. هذا ما قاله يعني فيما معناه. إذن الجماعة تنظيم دولي، وتحركات هذا التنظيم مبنية على حسابات دقيقة هدفها الأساس التحكم والسيطرة. هذه الجماعة تحكمت الآن في ليبيا، وتحكمها في ليبيا أكثر من تحكمها في تونس وفي دول أخرى فقدتها مصر، السودان، والبوصلة أو طريق ماشي ناحية أن تفقد هذه الجماعة كل تأثيرها في العالم العربي. هذا الأمر ما حصل في مصراتة اليوم هو عبارة عن إعادة تموضع مرة أخرى، يعني التأخر خطوة للقفز خطوتين أو ثلاث إلى الأمام. طيب لماذا يا أستاذ فوزي في هذا التوقيت لماذا؟ بمعنى أنه يعني الجماعة الآن تناور مباشرة وعبر وجهها الحقيقي أو تحاور في المفاوضات الدائرة الآن برعاية البعثة الأممية عبر خالد المشري أو عبر مجلس الدولة الاستشاري، لماذا تريد أن تلجأ لهذا الأسلوب أو تخفي نفسها عبر هذه البيانات التي تعلن فيها تقديم استقالة أو حل الجماعة؟ هو تكتيك طبعا لهذه الجماعة تعودت عليه حتى في ليبيا. يعني أذكرك بما قاله السيد فيصل بالفعل في ليبيا عام 2007 و 2008 عندما عملوا مراجعات وحتى أصدروا كتب لهذه المراجعات، وتعهدوا يعني بتعهدات كثيرة جدا للنظام نقضوها كلها عام 2011. البيان الصدر اليوم من مصراتة قلب الإخوان يقول فيه استقالة وحل. الإخوان أو الناس اللي موجودين في هذا البيان قد يملكون أمر الاستقالة، لكنهم لا يملكون بكل تأكيد أمر حل التنظيم في مدينة مصراتة، فكيف ينسبون هذا الأمر، ينسبون أمرا إليهم لا يستطيعونه، لأن التنظيم أما تنظيم دولي كما قلت لك، وفروعه تنشأ بأمر من أمير الجماعة، ثم أليس في رقابهم بيعة لأمير الجماعة؟ هل ذكروا أنهم تحللوا من هذه البيعة؟ لأن التنظيم تنظيم أيديولوجي قبل أن يكون تنظيما سياسيا. لو كانوا حزبا سياسيا لرضينا بهذا البيان استقالة وحل الحزب وخلاص، لكن هذه الجماعة تنظيم أيديولوجي من لها أكثر من 70-80 سنة في مثل هذا النشاط، وهي تؤكد على برنامجها وعلى نهجها الأيديولوجي هذا وعلى ضرورة البيعة بالذات لقياداتها ولكل من يترفع في مشوار الترقي في ونتيجة وجود هذه البيعة التي تقيد عناصر جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن نصدق أي بيان يتحدث فيه هؤلاء عن الخروج من الجماعة.
بكل تأكيد أنا لا أصدق طبعا هذا البيان وأعدها مجرد تحركات سياسية إعادة المناورة. لا شك أن هناك صراع الآن بين في رؤوس الجماعة، لأن أصبح للجماعة أكثر من عاصمة، هناك قطر وهناك تركيا وهناك أيضا لندن. هذه العواصم الثلاث يجري فيها العمل على تكتيك جديد لجماعة الأخوان حتى تعيد سيطرتها مرة أخرى على الأماكن التي فقدتها، ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا وحتى في تونس وربما أيضا أماكن أخرى. في ليبيا الآن هم على المحك، الشعب الليبي في مجمله يكره هذه الجماعة، وكلما تجرى انتخابات يسقطون فيها. ربما هذا التكتيك يهدف إلى أن يقدموا أنفسهم في صورة مستقلين لخوض الانتخابات المقبلة، سواء برلمانية أو رئاسية، متبرئين من التنظيم. يريدوا أن يقدموا هؤلاء الشخوص اللي ظهروا مستقلين اليوم للشعب الليبي في صور جديدة، قد يتمكنوا بعدها من التحكم والسيطرة كما فعلوها حتى في المؤتمر الوطني العام، عندما ظهر بعض المستقلين وأعلنوا أنهم يدخلون كأفراد، وعندما نجحوا في الانتخابات المؤتمر الوطني أعلنوا أنهم من ضمن الإخوان المسلمين. هذه حيلة معروفة ومكشوفة، لا ينبغي على الشعب الليبي أن يصدقها أو أن يتماهى معها. إذن من كل هذه التوقعات ومن كل هذا الإرث التاريخي اللي نعرفه عن جماعة الإخوان، أنا أؤكد لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين أن ما يحدث مجرد هزل الشعب الليبي، وهو مجرد يعني خطوات تكتيكية لإعادة التموضع، لأن مصراتة بالذات لا يمكن للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين أن يفرط فيها هكذا بسهولة، إلا إذا المدينة نفسها وبنخبها وبقياداتها تحركت ضد هذه الجماعة وطردتها وحلت التنظيم. أما أن يأتي الأمر من داخل الجماعة فهذا ما لا يمكن أن يصدق، لأن الجماعة جماعة انتهازية ماشية بفتاوى التقية المعروفة عنهم، يعني حاول أن تصل إلى هدفك كل السبل، إن نجحت بالوسائل الديمقراطية كان بها، وإن لم تنجح فاستخدم وسائل أخرى، وطبعا منها الإرهاب والسلاح والتجيش وإقصاء الآخر وحتى قتله معنويا بشتى الصور كما يفعلون اليوم مع محمد بعيو المسجون الآن لدى إحدى ميليشياتهم، المطلوب منه أن يغادر الساحة ثمناً لإطلاق سراحه. أنتقل مجدداً إلى الأستاذ أحمد تهامي. أستاذ أحمد، إعادة تموضع، عندما نتحدث الآن في توقيت هذا البيان يمكن اعتباره بهذه الصورة أو بهذه الكيفية، بمعنى أن الجماعة مقتنعة تمام الاقتناع على صورتها محترقة لدى الشعب الليبي، بمعنى أنه الآن لا يمكن أن نتوقع أنه فيه مواطن عاقل وطبيعي قد يصوت لهذه الجماعة في أي انتخابات قادمة، لذلك قد تلجأ لهذا الأسلوب الآن، تريد أن تصدر شخصيات أخرى غير معروفة وهي في حقيقة الأمر إخوانية تحت مسميات جديدة. هو اللي ملفت من نظر الأستاذ فرج العجيل فعلا، اللي هو قال اشتكوا من التشويه الإعلامي. يعني أنتوا يعني نتيجة التشويه الإعلامي أحد الأسباب فعلا اللي هي زي ما تقول خلتكم تستقيلوا، وحتى لفظ الاستقالة يعني مش ماشي مع هذه مش وظيفة في النهاية بكل، هذا تنظيم أيديولوجي مش عادي جدا، مبني على السمع والطاعة، فيه أصول فيه مراتب فعلا غير عادية. من هم هؤلاء؟ شنو يشكلوا في مراتب الهني؟ يعني شنو زي ما تقول في قيادة الإخوان داخل ليبيا، شنو يشكلوا هم؟ يعني فعلا هو بيان عادي جدا، انا اعتبره ما نركزش عليه بشكل غير عادي. طيب ماذا عن التوقيت يا استاذ احمد؟ نعم؟ عندك تفسير للتوقيت؟ التوقيت فعلا التوقيت قد يكون يعني من ضمن الاشياء تمهيدا، وكثر الكلام على الانتخابات وعلى كذا، وهم عارفين اللي قال تشويه اعلامي ومش تشويه اعلامي، هم عارفين ان هم فعلا سقطوا في نظر المواطن الليبي، والمواطن الليبي يقيم الآن اللي أفسدوا ثورة 17 فبراير هم الإخوان، كانوا أداة لقطر وحتى أداة يعني تسريبات كلينتون، هذه فضحتهم بشكل غير عادي، يعني بشكل مش عارفين هم كيف يغيروا الأمر الواقع هذا، يمكن شيء هذه حتى هي معتبرينها تشويه إعلامي انتهى كلينتون، هم انفضحوا مش مسألة يعني فضحهم فعلا، نخبة في ليبيا فضحت الإخوان المسلمين وقالت أن هذوما فعلا هم اللي أساءوا ليبيا وما زالوا يسيئوا ليبيا. أنا نحذر كل الناس اللي تدعو للحوار والكذا وكذا،
نعذرهم بشكل غير عادي من الإخوان المسلمين. يكفي يا أستاذ أحمد أنت تعرف انقلابه مع المؤتمر مجلس النواب عملية فجر ليبيا اللي صب عمر حميدان وقال الشرعية لمن يملك القوة على الأرض. فعلا بعد عملية فجر ليبيا جاتنا الكارثة الكبرى اللي هي اتفاق الصخيرات وهم كانوا وراء فعلا وأفسدونا حتى الدستور وابتلوا على الدكتور الترهوني وقالوا هذا مزدوج جنسية وقالوه وجابوا واحد الإخوان وفسدونا الدستور. يعني هذوما يعني معول هدم لا أكثر ولا أقل. يعني هم هو مش يقول لي هذا التشويه الإعلامي، هذه حقيقتكم. هو أنتم الناس يعني النخبة في ليبيا فضحتكم وبينت أنكم أنتم أداة فعلا لعوامل خارجية على رأسها فعلا هي يعني أمريكا قطر الإخوان المسلمين. طيب بهذا التسلسل لا أكثر ولا أقل. لذلك لا تنطلي علينا مثل هذه الأشياء كما لم تنطلي علينا مسألة خالد المشري والله اللي حصل في 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 الزاوية. مرة أخرى أعود ليختم مع الأستاذ فرج العجيلي، لو كان لديك إضافة أيضا في الختام أستاذ فرج تفضل. تسلم دكتور أحمد. في الحقيقة فعلا كل ما ذكر في وصف الإخوان المسلمين صحيح في هذه الحلقة، هو فكر مبني يعني من ضمن أدواته التلون والتشكل والتكيف، ويعني تجد مثلا تمشي اليمن تلقى الإخواني متشدد، تمشي به لتركيا تلقاه علماني، تعدي به لتونس تلقاه ليبرالي. هو مبني على هذا الأساس، مبني على أنه هو يتشكل باسم الدين ويتلون ويتموضع ويتغير ويتكيف مع موجود في مع هو موجود. في حقيقة الأمر فعلا الشعب الليبي كره هذا التنظيم وانعدمت الثقة بيننا وبينهم نهائيا، وبالتالي يحاول بقدر الإمكان إعادة التشكل من جديد، محاولة الخروج بزي وطني وخلع جبة الإخوان، ومحاولة فعلا الظهور بمظهر الندم على كل ما حدث، ونحن في التيار الوطني نحن في الصف الوطني وغيره. ولكن نقول كان بكل صريح العبارة يعني ما حدث، كل ما حدث أضف إليه ما حدث في مصر، ما حدث في سوريا، ما حدث في اليمن، ما حدث، لا ثقة لدينا نهائيا في هذا التنظيم. سيء السمعة، سيء الصيت، سيء التاريخ، سيء الأفكار، تنظيم يعني مبني على التقية، مبني على الخداع، مبني على استغلال الفرص، مبني على استغلال أحلام الشعوب. فعلا من يوم ما دخلوا الإخوان في هذه الثورة ونحن إلى الخلف إلى الخلف إلى الخلف من انتكاسة إلى انتكاسة. وبالتالي مسألة يعني حتى موضوع آخر، شنو مناسبة وجود كان بيننا؟ يعني نحن مختلفين كليبيين، ممكن والله مختلفين شرق وغرب وجنوب، مختلفين برقة وفزان وطرابلس، مختلفين حزب وطني وحزب أنصار النظام السابق، مختلفين والأخيري، ولكن نبقى كلنا بالكامل ليبيين. لكن أنتوا يا إخوان المسلمين شنو مناسبة وجود كان بيننا يعني على أي أساس؟ طيب وهذه مسألة يعني نعم هذه المسألة مهمة، وبتأكيد النقاش سيستمر معك ومع باقي ضيوفي في حلقات أخرى. أستاذ فرج العجيلي دائما أرحب بك وبهم، لكن أريد أن أعود للأستاذ فيصل برايقة. كنت أتمنى أن تكون ضيفي من بداية الحلقة، لكن بالتأكيد في مناسبات وحلقات قادمة أريد أن أفسح لك المجال في كلمة في الختام يا أستاذ فيصل تفضل. نعم أستاذ أحمد، جماعة الإخوان المسلمين لاحظناها في تركيا تقترب عادة من ثنائية السيد رجب طيب أردوغان، عندما يقف ويحاول أن يفتتح أي مشروع سواء كب يقف خلفه مؤسس الدولة العلمانية مصطفى كمال أتاتورك، ويحاول أن يخاطب المزاج العام داخل الدولة التركية الذي يقترب من الروحانيات ويقترب من الأولوية ذات الطابع الروحي التي لها علاقة بامتدادات الطرق الصوفية. إذن الازدواجية في المعايير لدى مدرسة الإخوان المسلمين هي تستشرف السلطة وتذهب إلى السلطة حثيثا، وبالتالي هي لا تجد غضاضة أن تغير من جلدها وميلونها في سبيل الوصول إلى السلطة. لاحظناها في ماذا حصل في فبراير، لاحظناها ما حصل في جمهورية مصر العربية من سياسات قامت بها داخل الدولة المصرية. في البدايات غازلت المجلس العسكري ثم انقلبت عليه ثم ذهبت إلى السلطة ثم ذهبت إلى عملية التمكين من خلال انقضاضها على مؤسسات الدولة ثم ذهبت حتى إلى المحافظات.
إذن علينا الحذر والفهم والتفطن لهذه المدرسة ذات البعد الأيديولوجي المعقد. المتابع شان العامل أستاذ فيصل برايكا، شكرا جزيلا لك. أشكرك أيضا جزيل الشكر أستاذ فوزي الحداد الكاتب والسياسي، كما أشكر الأستاذ أحمد التهامي المهتم بالشأن العام والأستاذ فرج العجيلي المحامي والحقوقي. مشاهدينا شكر في ختام هذه الحلقة موصول لكم أنتم أيضا. تقبلوا في الختام تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد قماضي، في أمان الله.